السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة. اتمنى كلكم تكونوا بخير. النهاردة معايا حلقة مميزة جدا وفرحان وانا بعرضها عليكم، وهي ان انا ابتديت مشروع صغير هبتدي ان انا اعرضه عليكم في الحلقة دي، وهي بمناسبة ان انا وصلت لنتائج كويسة حاجة اللي انا بعملها واللي انا بحبها، وهي التصوير والتصميم. عشان كده ابتديت اخرج الحاجة اللي انا بعملها في حاجة ملموسة في الايد وفي نفس الوقت تكون جمالية، وهي التابلوهات. ابتديت الفترة الاخيرة ان انا اقدم كوليكشن مميز جدا على بيج الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو تقدر انك انت تشوفها وان شاء الله هتعجبك. المميز كمان ان انت تقدر تصمم صورة ليك، سواء حد بتحبه وتقدر تدمج الصور مع بعض وتقدر تعمل تصميم مميز عن طريق انك انت بتقولي الحاجة اللي انت عاوزها وانا بعملها لك. المميز بقى كمان ان انا بعمل الحاجات دي على احسن الخامات. رقم واحد وهي نوع الخشب او التابلو اللي انت بتستلمه مني، بيبقى خشب MDF 12 ملي، يعني اعلى جودة موجودة في السوق، بالاضافة الى ان جودة الصور بتبقى 4K، بالاضافة الى ان هي بيبقى محطوط عليها طبقة حماية من التراب ومن المية، يعني التابلو مش هيبوظ منك مع الوقت. التابلو بسلمه لك جاهز على التعليق بشكل مباشر عشان تقدر انك انت تعلقه، كل ده مع تغليف مميز وحاجة ان شاء الله هتعجبك، كل ده باسعار مميزة جدا. فلو انت حابب توصل لتابلو زي كده بالظبط، هسيب لك في اول كومنت اللينك بتاعي تقدر انك انت تخش عليه، هتلاقي لينك الانستجرام ولينك الفيسبوك، اي منصة تريحك تقدر انك انت تخش وتبعت لي رسالة وتعمل اوردر باسعار مميزة، وكل ده بافضل خدمة ان شاء الله. من غير ما اطول عليك اكتر من كده، هسيبك مع الكوليكشن الاول اللي انا ابتديت اعمله. طبعا كل ده بالاضافه لو انت عاوز تصميم خاص بيك، شوف الكوليكشن وشوف لو حاجه عجبتك تقدر انك انت تبعت لي رساله وانا هرد عليك في اسرع وقت. انا يحيى الشافعي، ما تنساش اللايك والمشاركه عشان الفيديو ده يوصل لناس اكتر واقدر ان انا اسوق للحاجه اللي انا بعملها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.